تطلع فيني هيك، تطلع فيني منيح، فيني شي غلط؟ عم تسأليني إلي؟ ومالك شايفتيها رح تقوم تشمطني كيف أنا وأنتي؟ يخرب بيتها، لك ما رفعت عينها، عن جد عن جد أنا بلشت أتوتر. عدمني إياها ذكرتني بقاسة في داء مدرب الفتول، بس معناتها خلتني حفظ ضفيري على الحيط لما شافتهم الوحد. إذا أنت شغلتك بالحياة خلي الناس يطلعوا فيكي. شو قصدك قولي؟ ما قصدي شي، قصدي هب لأنك عارضة أزياء. إيه في فرق لما بتكوني واقفة على البوديوم العالم عم تطلع على الفستان اللي لابستيه، وفرق لما واحدة متنعيش مقرين قاعدة. يا دانا هيك ما بيمشي الحال يا قلبي. يا لك يا قلبي انا صورت لك الكليب مثل ما انت طلبتي. ها بالله ما حبيتي الموديل اللي صورتي معه؟ طيب ولا يهمك، خلص خلص منغير لك يا ومنصور الكليب مره ثانيه. ايه مين بدك؟ الممثل التركي. انا واحد منهم، هاب الاسمر ولا الاشقر؟ طيب انت شوفي اللي ضارب مسلسل واكتر، عرفي شو اسمه وانا بجيب لك اياه ليصور لك كليب معه. اسمر ضارب اكتر. ايه خلص انت لا تهزي بدنك لك يا قلبي، لا تهزي بدنك لانه هاد بيأثر على صوتك. يا عمري انت شاوري عقلي وخبريني وانا مستعد جيب لك اياه مثل لمح البصر. ايه ايه قلبي ماشي خلص، بس لا تهزي بدنك لانه هاد بيأثر على صوتك. مع السلامة يا عمري، مع السلامة. ناطر منك تليفونها. مع السلامة. لك أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بنجمتنا الصاعدة ميديا. أهلين فيك، سمعت أنكم عم تأنجوا أغاني وكليبات. يعني شو بدنا نساوي؟ قال له حسب السوق من سوق، الله وكيلكم بهالأيام سوق المسلسلات دائر. مننتج بهالمسلسلات ومنكب بالزبالة، تعب وتعتير ويدوبها منطالع من الجمل إدنه. يعني بس سوق بات ما شاء الله كان ماشي ماشي لك سواق مثل النار بالهشيم. ايه ما قلتي لي، ما عرفتينا مين هالجاجة اللي جايبتيها معي؟ رفيقتي ليلى. ويا ترى صوتها حلو مثل وشها؟ لا لا هي صوتها مو حلو، انا ميديا يلي بدها تغني. لا ما بصدق، اكيد صوتها حلو، بس الجاجة عم تبخل علينا ما بتسمعلك شيء. هادي ضبضب. الحقيقة نحن جايين هون مشان ميديا. يا الله لك يا الله، أنا كنت متأكد بأنه صوتك حلو مثل شكلك. لأن ما معقول يعني وحدة بهالوش الحلو والجسم الخلاب هاد ما يكون صوتها حلو. لك معقول لما تفكري تغني؟ لا 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 أنا ما عم صدق أبدا. هادي الضبضب أحسن لك. بس أنا يعني كنت حابب أسمع من الآنسة جواب صريح أنه ليش ما حابه تغني. لأن يعني ما معقول هذا الجمال الرباني، هذا جمال رباني ما يكون عنده صوت حلو ويهمل فيديو كليب. لك انا ما بحب هيك حدا انه يبخل على الناس، لازم شوفك بفيديو كليب. ايه لا بقى زودت كتير، شو انت ما عندك ذوق ما عندك احساس؟ لسه قاعد عم تتغزلي بهالسنكوحه، شو مو شايفني قدامك؟ اذا مالي عم يعينك بالناقص هي محبسه. لك وينك؟ لك يا سمية يا قلبي والله معبي عيني. لك طولي بقى. لك سمية سمية يا سمية سمية. شو هاد؟ ايه هي عصفورية ولا شركة انتاج؟ اي وحدة مثل هي ما معبيت له عين وهي تخينة كتير. لك اسكتي يا سنكوحة احسن ما يسمعك. خلصنا بقى ميديا. قلتلك لا يعني لا. حبيبتي لك فكري بالقصة على القليلة، ليش فورا لا؟ هيك شو حبالي؟ شو جنيتي بشو بدي فكر؟ حبيبتي انتي بتكوني مجنونة اذا ما وافقتي على هيك قصة. ميديا جوابي نهائي مستحيل. عن جد انك انانية؟ يعني شلون انانية؟ فهميني يا هي بأي منطقة عم تحكي؟ انا بعرف انه صوتي ماشي حاله بس مو جاي على بالي يصير مطربة. على اي اساس يعني؟ بقلك على انه اساس؟ على اساس الصداقة طبعا.
على اساس صداقة بنطلع مشوار انا وانتي، على اساس صداقة ممكن سلفك مصاري، بس بدك تعمليني معك بالفرقة على اساس صداقة؟ ايه والله هي سمعة، روحي عنا يا ليلى. ليلى؟ نعم. طيب شو بدي ساوي اذا المنتج الغبي ما بيساوي الفرقة اللي اذا انتي غنيتي فيها؟ معقول تدمريني حلم حياتي؟ مو معقول. يعني موافقة؟ على شو موافقة؟ قلت لك لا ميديا. وعم تتلعبي بمشاعري كمان؟ لسه هلا قلتيلي موافقة؟ لك ما عم فكر فيكي، عم فكر بنور لأنه ما أنا بالبيت. عم أقول لحالي مو معقول تكون صالحتي يا وائل، ولا مجنونة هي بتعملها؟ ليلى؟ هلا خليتيني أركض وراكي من غرفة لغرفة، وأنتي فكرتيلي بنور؟ ماشي. يلا مثل ما اتفقنا بتردي وراي على الكوبلي، أوكي؟ أوكي. فقت بنص الليل عطشانة، طاشش قلبي وروحي نشفانة، وينك يا حبيبي يا عمري ونصيبي، سقيني كاسة مي. آي 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 لك غنجية شوي ليلى. شلون بدي غنجة؟ هي شقفت هاي. آي آي آي، عمليها هيك على الكوبلي هيك تاني. صارت مع رقصها هاي، ما عاد الآي آي آي. فقت بنص الليل مزعوجة، هم كبير بحالي مفلوجة، وينك يا حبيبي يا عمري ونصيبي، هديلي بالي شوي. اي 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 اي. فقت بنص الليل مرعوبة، مرعوبة قابب بدني وكلي مقلوبة، مقلوبة وينك يا حبيبي، هالدنيا عجيبة ما فيها غير العي. عي عي عي. شو بكي مثل الروبوت عم تحكي؟ ما عاد يطلع معي شي، الغنية كتير سخيفة. يا الله لا ما سخيفة. شو يا قلبي، جاهزين لحتى نعمل أحلى فرقة بالبلد؟ ايه طبعا جاهزين. معلوم ايه جاهزين. أنا فكرت كتير ولقيت اسم كتير حلو غريب، ذئب وثلاث غنمات، بقى شو رأيكم يا قلبي؟ كتير حلو، بس يعني هو ليش ثلاث غنمات بما أنه نحن اثنين بس؟ ومين قال لك بنتين يا قلبي؟ مين قال لك؟ نحن الأربعة رح نكون الفرقة، أنا رح كون المغني الأساسي، وأنتي وليلى وخطيبتي سمية رح تغنوا وترقصوا وراي، يعني رح تعملوا لي الجو، بقى شو رأيكم؟ عفوا؟ نحن ما هي كان اتفاقنا؟ قومي قومي قومي. لا دقيقة خلينا نفهم الموضوع. لا تعصي على مهلك، على مهلك، مزبوط ما هي كان اتفاقنا. بالبداية على أساس تكوني أنتي وليلى وأنا، وسمي الفرقة ذئب وغنمتين. بس مثل ما شفتوا المرة الماضية، سمية حردت وما رضيت ترجع إلا لحتى وعدت إنه ضمها على الفرقة، وهيك بتصيروا ثلاث غنمات بدال تنتين. فأنا فكرت كتير وشفت إنه سميها ذئب وثلاث غنمات بيكون هيك أحسن وأحلى، بقى شو قلتي يا قلبي؟ والله أنا برأيي سمي فرقتك ذئب ودبة، لأنه أنا وليلى ماشيين. والله ما حدا غيري أنا الدبة، وهي الجدبة اللي جابتني لعندكن ناس بيئة. هلأ أنا دبة؟ لا لا لك يا حبيبتي، أنت أحلى غنمة.